كيف يا جماعه؟ يا جماعه في يوتيوبر دسني، الكل عم ببعث لي الدس، الكل عم ببعث لي احمد سوي رده فعل على الدس، لما اجيت افتح الدس لقيته محطوط على قناه بومباستيك اللي هي قناه ناجي. ليش في دس علي على قناه ناجي؟ اصلا ناجي مش طالع في الدس. ايش في؟ بتعرف شو هعمل؟ حلن على ناجي. لك ناجي رد علي، ما انا متفقين. مش عم برن علي؟ عم برن؟ اه والله كنت ترن علي؟ ما احنا متفقين. ارن عليك، عامل حالي برن عليك، ليش ما رديت علي؟ محط سايلنت نسيت والله. والله اهلا وسهلا ابو القاف. هلا. اقسم بربي منور. والله نورك كبير. شو معلم شو القصه؟ شو هذه زلمه؟ ايش هاد؟ شو في؟ ليش في دس علي على قناتك؟ شو مين ايش؟ سعد زغلول راحت عليك. هي على قناتي. ايه ما بتعرف؟ لا بعرف الصراحه بس ما كنتش عارف. تعرف انه نزلها بدون ما اعرف؟ كيف؟ ما كنتش بالاستوديو. هيو افتح. دخل على غرفتك ونزلها؟ اه بس انا مبسوط صراحه لانه هيو جايبه 500 جايب كثير مشاهدات. اه بسبع ساعات. خرب بيتك يا زغلول. والله زغلول سفع. اسال احنا كيف وصلنا لهون؟ انا شاب بعرفه من زمان يا زغلول، من 6 سنين. كان امورنا لوز. كيف هسه عامل علي دس؟ ليش؟ هو مجنون، هو بحب شيء اسمه تحدي او، وتحدي او كثير تافه يعني. انت عملت معي تحدي او قلب عليه بس عشان حكيت هذا الفيديو غاوي هذا هيك دسيت. حتى تطلع الاغنيه اقوى من التحدي او نفسه. نحضر. اهلا جماعتي. هيك صح؟ لا 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 لين كيفكم جماعتي؟ استيدهاش حبيبي. اوكي كيفكم جماعتي؟ يا زلمه والله بتكسه، اقسم بالله طلع خفيفه. هذا اسطوري الطاوله هاي، بتطلع وبتنزل لحال. اها. يلا نشوفكم الفيديو الجاي يا جماعه. قلت لي ملك الهبد. زغلول ذبيب. هاي شوف هاي صوره آل عمان ورا. هاي يا زلمه اللي يعوجك بالشعر امسح الغبره. هاي اخوي اخوي انا عجبتني الكلمه. انا عجبتني ال انت بتضحك على الكلمه. انه اللي يعوجك بالشعر امسح الغبره. يلا بس والله طالع لك شعر احسن من قبل. والله اموري لوز يعني. من قبل عقبال عند ابو فله صح؟ بحزن عليه ابو فله لسه لسه. اسمع اول ما يبلغ بطلع له. احكي لك شغله بصراحه. انا ساهمت بالتكاليف الفيديو كليب. لا شو بدك؟ يا الله انت ايش بدك؟ مش بدي انزل على قناتي. انت المستثمر يعني. مستثمر. استعمل تحدي راح اعطيك الجزره. يعني رد لك اياها. استخدم كلامي ضدي. استخدم كلامي ضدي. اغنيه خد جزره بتعرفوها. بستخدم كلامي ضدي هالولد. يا الله. يلا على الاقل حدا رد على خد جزره. اسمع وتعلم كيف الراب راس القرنبيط. لولا فعوري ما بتعرف تمشي على البيت. لولا فعوري ما بتمشي على البيت. انت كمان اساسا رابر يعني. في حدا ساعدك كذاب معفن. هلا هو بيحكي على حكي زغلول انه هو اللي كتب الاغنيه. انا عم بحكي على حكي زغلول. انا اصلا بشك انه باع فكره الولد. اتوقع امي. شاب بعرفه من 6 سنين عمري بحياتي ما شفته بقرا. انت بتعرف مين نجحه بالجامعه؟ مين؟ اولى بالفضايح. خلص خلص. اهرب ارمي حالك من بلكونه نسك بلحيه نصيب طبعته على كرتونه. استنى كيف احمد نشيط؟ احمد نشيط اخسيت نسك بلحيه نصيب طبعته على كرتونه. والله حلوه والله عجبتني. اسف روح كمل كمل. شكلك ناسي ماضيك الواطي. اسف خلينا نحكي شغله. شو ماضيك الواطي؟ انا كنت زمان. شو كنت؟ على فكرة الطخة هاي البانش تبعت محتواك قد رجولتك فاضي هاي انا عملتها بيستخدموها ضدي كل حد. كيف عملتها؟ هاي تاني دس يكون فيها زي هيك المحتواك زي مثلا لحيتك فاضي او انا اول واحد حكاها والله. محتواك فاضي زي لحيتي. انت هيك فهم بيستخدموها ضدي قال لي كلماتي برو ما بزبط هالكلام. ابصر مين كتب له. ولا ناسي انه قناتك بالاصل هي قناتي. سنة 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 كذاب هذا الولد كذاب. قناتي هي قناتي بس كنت فترة لا تفتحش عليك كثير زي هيك. قناتك كانت قناتك؟ لا 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 هسا انا لما كان عندي 90 مشترك. ما شاء 90. الله اللهم صل على النبي. زغلول كمان بدي يعمل سكتشات فاتفقنا انه نجتمع مع بعض وصرنا نعمل قناه واحده. مش انت انضميت معه على قناه؟ لا هو انضم معي بعدين بيوم واحد بس بعد يوم يا زلمه روح انقلب. ايش كذبتي؟ اول شيء شو جاوبت؟ كذاب انت. عرفت انه بده يهبد الاغنيه. قناتك كانت قناته؟ لا 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 قناته كانت قناتي. صح؟ روح انقلع كذاب. كانت قناتي وانت انضميت معي في قناتي. مين اول بلش على اليوتيوب انا ولا انت؟ انا انا كيف انت؟ انا
كيف انت؟ انا بس ما كنت انزل. طب ايش ماضي الواطي؟ اوه يا زلمه كثير شغلات. افرجيك صورة ايش؟ شو؟ لا لا فيش داعي. والله موجودة اقسم بالله موجودة. طلعها. لا لا طلعهاش. ابوي هون يا زلمه. زغلول خلص انت روح بيتك حبيبي. باي باي. زغلول. هلا واحد. دس اسطوري. اسطوري دس. والله فتيت اسنانه. وقعت شعره. روح روح. معلم بس هيك عشان ما كسر مجاديفه. جبت لك صباحية كمان حدثها. شو قصة اخوي احمد نشيد صبا ايش في؟ اي ابرب ليش تخضر زغلول تعمل تحدي او روح 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 ولك روح. روح الله يزم بدنك. عاد عاد يا اخوي اضحك لانه الموقف ما بتحسد عليه الصراع. شكلك ما تعلمتش من دس شو دافع لهم عشان ما بدي اصدق انه ببلاش الناس هذول باعوني بمقابل مادي. زغلول ما اجا والله واقف على الباب يا زلمه. يا كبير كم كلفك الفيديو كليب؟ ولا شيء. انت قصدك انا عمر وصبا ولا شيء؟ ولا حدا اخذ شيء. قلت لهم بدي اعمل دس على ابو الرب وابو الرب هيك 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 عمل ايش ما زعلان يعني عشان صبا الدخل؟ لا 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 عادي عادي كلهم على راسي اصلا عادي. يلا نجوع. مع السلامة. هتروح؟ ايه اه انا مروح. خلاص يلا باي. مع السلامة. شكلك ما تعلمتش من دس وعماهلكم. تغلول من وين متعلم الرقص يا زلمة؟ طلع الرقصة معفنة. تعلمتش من شو قاعد تعمل يا زلمة؟ شو قاعد تعمل يا زلمة؟ لولا حيا داليا. لولا حيا داليا. خلص راحت عليك ما في مهرب للدورة. ليش لابس روب؟ ليش لابس روب؟ ليش لابس روب في المطبخ؟ ليش لابس روب يا زلمة؟ ناس ايام الجامعة لما كنت مصور كنت تصورني دائما حتى يمدحوا تصويره. كنت مصور انا زمان. كنت تصوره عشان يمدحوا تصويره؟ كيف ترجعني اصوره؟ اه جد؟ هو عم بحكي انه انت كنت تصور عشان يمدحوا تصويره. كان يترجاني اصور ببلاش لانه كنت اصور بفلوس. لا 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 صح لا لا حلوة. أصح ملك لا 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 شف محتواك طبخ براك من علي إكسبريس. ما معه حق ما معه حق. لا بالعكس انت اسطورة اكل التيك توك. اه اذا بتعرف بعدين يعني مش عطول تتسمم بعد اسبوع. انا تسممت وانا بحضر الفيديو. قد ما نفسك تصير زي كان نفسك يخطفك ناجي. انا ما حكيت اشي. انت ليش طب تنفخ قاعد؟ ما بعرف هيك حسيت انه قوية. نفسك اخطفك؟ لا طبعا يعني ليش حكون نفسي تخطفني؟ ما بعرف هيك حسيت يعني بدك حنان مش عارف. هو بيحاول يخرب بيننا ترى. لا والله انا عجبتني اسكت. زين يا صغيري قد ما نفسك تصير زيي كان نفسك يخطفك ناجي. والله نفسك اخطفك. لا يا زلمه. زغلول. ما هو يا زلمه. روح روح يا زلمه. زغلول انت انت حاسس بشعور الاطمئنينه لما انا خطفتك؟ اه عشان هيك بده يخطفني. نفسه تذكر لما انا رجعت اخذتك. اه بعدين رجعتك لناجي. ناجي كان ما بده اياك. كان بتخوت على فكرة. كان بمزح بالفيديو. كنت بتخوت. خلص زغلول مع السلامة. مع السلامة. روح خلص؟ اه خلص يلا. سلام يا كبير. سلام. بكشي يا برو. عيونه باي. الله معك. الله معك. الله معك. الدس دايقك بيشي؟ لا 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 عادي عادي توكل. بالعكس بالعكس. كان جبت سنة كان جبت امه وابوي على الدس. اليوتيوبر كبير كيف لسه بتسرق بعدك حتى اغنيه كوش يسارك فكرتها من رخده. بس انت عارف احنا عم نعمل ردة فعل بس عشان نورجي الناس انه ما تصدقوا كل حدا. يعني انت يخرب بيتك اذا انت مع مين حبيبي؟ انت جاسوس. انا صاحبك. انت انت كبير. زغلول. زغلول روح. روح. زغلول روح. شوف روح جد. زغلول. يا كبير كنت بالحمام. قول لي مجنون انت. في شيء ما فهمته بالدس تحب افسر لك اياه؟ بيقول انه صاحبي قبل شوي. اه بقول انه صاحبك قدامك. اه فانا حاسس انه منافق هذا الزلمه. مين حاسس صاحب مين بالاخر؟ اه انت وصلت لعند النهايه. اه طب شفت المقطع وانا بحكي فيه بسرعه؟ قدامك انا حديد تحاول تسوق فيه انك عنيف يا برب بعدنا هذا التحدي بلاش تجيب. مالي سؤال كم مره عدتها وانت بتسجل؟ ايه مش ضروري الحوار.
بس رابر شيلوا اياه مشيلوا اياه ابرب ليش تغدر زغلو تعمل تحدي او انت مصور الدس عنده باستوديو؟ اه انت انتبهت؟ انا هالدرجة الوقاحة؟ وقح بس بدكم احكي لكم رأيي بصراحة. الدس كان اسطوري لحد ما عملت ردة فعل مع احمد، طلع نص الحكي كذب. شو كذب؟ عمي كذبت. بايش كذبت؟ كذبت تروح انقلع. بايش كذبت؟ والله كذاب تساوقت. بايش كذبت؟ اقعد بالروب عشان اعرف اتفاهم معك. اقعد انت كثير بغل على كاس حليب كل يوم بس كاسة حليب سخنة والله انت اللي بدك تحميله قبل ما تنام على الدس اللي نزلت لك اياه. شاطر اسيدي قناتي كانت قناتك صحيح؟ مين تعب وكبرها؟ انت. طيب خلص روح انقلع انا عارف. بس كانت قناتي. قناتي شو عملت؟ كانت قناتي ولا مش قناتي؟ يعني انا كذبت شو اللي عملته؟ كذبت؟ انت اصلا ما كذبت؟ انت كذاب من الاساس. والله ما بعرف انا شو اللي دخل انا ليش هون اصلا؟ كتابة سعد زغلول فشل ثانكس عمر أبو الروب صبا وأحمد نشيط هدول فريقك أحمد نشيط حبيبة أحمد نشيط القلب يا زلمة القلب هو والله ما تأخر تعرف أحمد نشيط كم فيديو بعت لي؟ كم؟ 20 هو بيحكي نفسك بلحية نشيط قلب تمزع يا زلمة لا طول بالك شوف ربنا الله آه مجهود جميل قوي حلو صح طول خلاص بس جد في كذب ايه انت مجبور ما عندك شيء عليك والله دس اسطوري سدينك كزنتي كانك عطت فصل للهواء مش مبينه والله ما شفت صح مجهود حلو لا هيك في هي رابط القناه اللي موجود فيها الدس بتلاقوه تحت بال صراحة شكرا لكم على المحتوى يعني انا كان شوي الوضع ها انتوا جيتوا اعطيتوني محتوى ما الظلام نعنشت الجو بس انا وضعي منعنش اصلا انا طالع من داما تكبس وجهي بس بتعرف شغله شو عم بسمع انه اليوتيوب كثير مسلي هاي الفترة صار يعني كل حدا مستمتع انا كلهم على راسي كل شيء قاعد بصير على راسي انت فاهم ممتاز بالرب بزيد الانجيجمنت عندك ما بدي يا زلمة تعبت لا بس اسمع يعني احنا اللي بيني وبينك انت صار انت السبب فيه اما مشكلتك مع هدولاك قصة تحدي تحدي زفت شو ايش تحدي ايش زفت تحدي زفت بغلط قدامك يا ناجي انا وياك متفاهمين بس لو سمحت ما تيجي بزغلول صح زغلول ايوه لا ناجي شكرا لفيديو هذا هو كان فيديو لليوم اذا عجبك ما تنسى لا مع السلامة هذا حديد كيف اشتغل بدون ما يلعب عرفت هاي الاغنية ان انت انا اوان بوم ترفع عليك كوبي رايت ما اجي بلحقك اقسم بالله